ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هكلمكم دلوقتي عن مسكره اوم كولر، المسكره اللي انا كلمتكم عنها من كام يوم. المسكره دي كنت نزلت بوست عندي على الفيسبوك، اتكلمت فيه عن المسكره دي وجمالها. بصوا، هي المسكره دي فرشتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات، تمام؟ لونها براون بني. بتعمل ايه؟ اولا هي بتدي، لما بتسرحي هي حواجب ورموش، تمام؟ بتسرحي بيها الحواجب وبتعملي بيها الرموش، بتدي شكل حلو جدا جدا، كانك حاطه حاجه يعني بودر او جيل على حواجبك وحاطه ماسكرا، تمام؟ اولا فانت مش محتاجه وانت قاعده في الماسكرا ولا تحطي اي حاجه للحواجب، هي دي بس كده، هتدي شكل حلو جدا. طيب، والاهم من ده كله ان هي مغذيه اصلا للرموش ومغذيه اصلا للحواجب، بتحفزهم وترطبهم وتجددهم. فمن الحاجات التحفه، انا بقالي شهر ونص بستعملها على الحواجب وعلى الرموش، حسيت بفرق، حسيت ان انا حواجبي تقلت جدا، حسيت ان انا رموشي بقت احسن، حسيت رموشي طولت وتقلت. لا، فهي من الحاجات بجد يا بنات اللي لازم تجربوها. انا جربتها وادمنتها، يعني بستعملها انا وبنتي مع بعض، عايز اقول لكم تحفه. يعني هي بتغذي الرموش جدا جدا، وبتغذي كمان الحواجب جدا جدا، بتحفزهم، بترطبهم، بتجددهم. فمن الحاجات الرائعه رائعه بجد في اوريفلام، انصحكم كلكم ان انتوا تجربوها. ميرسي جدا ليكم.